اهلا بكم مشاهدينا الكرام لهذه التغطيه المستمره مع حضراتكم على شاشه اكسترا نيوز. نخصصها للحديث عن الشان المحلي والاقتصاد المصري. حيث اعلن البنك المركزي انخفاض صافي عجز الاصول الاجنبيه في مارس الى 65.3 مليار جنيه مصري بعد ان وصل الى 270 مليار جنيه، وهو ما يمثل ادنى مستويات منذ اكثر من سنتين، حيث سجل 352 مليار جنيه في يناير لهذا العام. يعد صافي عجز الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، ويظهر أيضا الفرق ما بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية، ويتكون من الأصول التي تشمل احتياطيات النقد الأجنبي والودائع لدى البنوك المركزية الأجنبية والاستثمارات الأجنبية، كما يشمل كذلك الالتزامات التي تتضمن الودائع الأجنبية لدى البنك والقروض المستحقة عليه بالعملات الأجنبية والسندات الأجنبية من قبل البنك المركزي. أشادت العديد من الدول بما قامت به مصر من جهود على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. جاء ذلك خلال فعاليات اجتماعات ربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وأعلنت وزيرة التجارة الهولندية بأن العديد من الشركات الهولندية ترغب في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. وأشاد وزير التنمية البريطاني بنجاح الحكومة في إتمام اتفاق البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، ومؤكدا أن المملكة المتحدة تدعم ما تقوم به مصر في هذا الصدد. هاتفيا ينضم الينا دكتور محمد الشواتفي استاذ الاداره والاستثمار. دكتور محمد برحب بك فندم معنا طبعا الى هذه التغطيه. في ظل ما يعاني منه العالم اجمع، ليس فقط الدوله المصريه وحتى الدول الافريقيه، من معاناه ومن ازمه اقتصاديه عالميه، سواء بدات بكورونا والازمه الروسيه، الازمه الاوكرانيه الروسيه، والان ما يحدث في قطاع غزه، لكن هناك صمود في الاقتصاد المصري واشادات من العديد من دول العالم. كيف تقرا ما وصل اليه الاقتصاد المصري في هذا التوقيت تحديدا؟ تحياتي يا فندم سيادتك والساده المشاهدين. اهلا بك. اولا زي ما حضرتك ذكرتي ان هناك ازمات عالميه كبيره، كورونا او اوكرانيا او ازمه غزه، اثرت على كل الاقتصاديات العالميه ومنها الاقتصادات الناشئه ومنها الاقتصاد المصري. لكن في ظل كورونا استطاع الاقتصاد المصري ان يحقق معدلات نمو ايجابيه، وكان اعلى معدلات ايجابيه. في ظل اوكرانيا استطاعت الدوله المصريه ان تعدل من الخطط الاستراتيجيه وان تعدل من الادوات الاقتصاديه حتى يمكن ان تتكيف مع هذه الازمه، واستطاعت ان تتكيف معها، بمعنى ان هناك بالفعل هناك ازمه حصلت وهناك اثار جانبيه حصلت زي ارتفاع الاسعار وزي ارتفاع الدولار وزي ارتفاع نسبه التضخم، الا ان كان هناك خطط واضحه واستراتيجيات واضحه على مدى الحكومه حتى يمكن ان تعالج هذا النقص، لدرجه أن معظم وكالات الأنباء أو معظم المؤسسات الدولية العالمية قد أشادت بالاقتصاد المصري وأنه لديه فرص نمو كبيرة وأن محافظات الاقتصاد المصري قوية إذا ما تم بعض الإصلاحات الهيكلية أو بعض الإصلاحات المالية. وبالفعل اتخذت الدولة المصرية قرارات كاملة بموافقة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأعطت إصلاحات أساسية وفي نفس الوقت إصلاحات هيكلية، وكمان أيضا استطاعت أن تعدل من السياسة النقدية وكذلك أيضا السياسة المالية، حتى جاء التقرير اليوم وهو أن هناك أن نسبة العجز في الأصول أو نسبة العجز لدى البنك المركزي اللي هو المقارنة بين الأصول والخصوم أو بين الحقوق والالتزامات انخفضت من 270 مليار جنيه إلى حوالي 65 مليار جنيه. هذا يؤكد عدة حاجات. أول حاجة يؤكد أن هناك صلابة واستقرار مصرفي، بمعنى أن السياسات البنكية والسياسات المصرفية هي سياسات مستقرة وسياسات صلبة لمواجهة التحديات، ويمكن أن تتكيف مع الظروف
ويمكن أن تواجهها، وهذا ما وضح من ضمن السياسات التي اتخذتها الدولة من خلال رفع الفوائد ومن خلال معالجة التضخم ومن خلال زيادة الودائع ومن خلال مجموعة الاستراتيجيات التي يعلمها المشاهد المصري والمختصين كاملا في الاقتصاد. لكن أيضا بيعكس عدة حاجات أخرى، بيعكس كمان أن الاحتياطات النقدية من النقد الأجنبي قد ارتفعت، وبالتالي كمان الودائع لدى البنك المركزي قد ارتفعت، الاستثمارات الأجنبية لدى البنك المركزي قد ارتفعت. صحيح. في مقابل انخفضت نسبة القروض وانخفضت نسبة السندات وانخفضت أيضا الودائع الاقتراضية الأجنبية، فهذا يؤكد أن هناك. دكتور محمد، عفوا عن المقاطعة في هذه الجزئية، كل هذه العوامل الإيجابية والإشهادات الدولية الحقيقة أكيد لم تأتي من فراغ، من وجهة نظرك أسباب نجاح تعامل الدولة المصرية مع هذه الأزمة وتخفيف حدة هذه الأزمة الاقتصادية على الشعب المصري، هل يرجع أو يعود إلى قوة ومتانة وصلابة الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي تبنته الدولة المصرية في شهر يونيو لعام 2016، أم يعود إلى وعي المواطن المصري؟ ونقطة تحديدا دائما السيد الرئيس يتحدث عنها، أم عن الإجراءات الاستباقية اللي بتتخذها دائما الدولة المصرية؟ يعود أكثر من جانب، الجانب الأول وهو العلاقات المصرية الدولية، والتي استطاعت من خلال اتفاقيات معينة واستطاعت من خلال علاقات راسخة وقوة اقتصادية وقوة دولية راسخة في داخل المنطقة أن تقوم بمجموعة من الاتفاقيات وأن تعدل وتستحوذ على مجموعة من الاستثمارات زي رأس الحكمة، زي الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، زي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، زي الحجة المساعدات اللي جت، دي كلها تعكس مكانة مصر الاقتصادية ومكانة مصر السياسية. النقطة الثانية أيضا المشروعات والبنية التحتية التي استطاعت الدولة المصرية أن تبنيها خلال السنوات السبع الماضية، مما أدى إلى أن المستثمر الأجنبي أصبح النهاردة يأتي إلى الدولة المصرية وهو واثق تماما أن هناك بنية تحتية وأن البنية التكنولوجية بنية بخير وأن السياسات البنكية والسياسات المصرفية والسياسات الاقتصادية في داخل الدولة المصرية راسخة، مما أدى إلى زيادة توطين الصناعة. الأمر الثالث وهو لازم نراهن على وعي المواطن المصري وحبه لبلده وبالتالي وقوفه مع الدولة المصرية في أصعب الظروف. فضلا عن ذلك أيضا أن هناك المعطيات الاقتصادية في داخل الاقتصاد المصري والفرص الاقتصادية والمزايا النسبية التي موجودة التي يوجد بها ويتميز بها الاقتصاد المصري هي فرص جاذبة وفي نفس الوقت معطيات قوية، ويدرك المستثمر الأجنبي أن هذه المعطيات معطيات قائمة على واقع حقيقي لكن ينقصها كفاءة التشغيل. من هنا جاءت الدولة ومركزة من خلال ما تتخذه من إجراءات إصلاح إداري وما تتخذه من إصلاحات هيكلية وسياسية وتشريعية على مواجهة ذلك باعتبار حتى يتم جذب المستثمر الأجنبي. معنى ذلك أن هذه الأمور وهذه المعطيات أو هذه التقارير لا يمكن أن تخرج من فراغ، وهي جاءت من جهات أجنبية أو مؤسسات أجنبية لتعكس واقع الاقتصاد المصري المبشر وأنه يحتاج إلى إدارة وأعتقد أو تشغيل، وأعتقد أن الأمر الآن وهو اتجاه الدولة إلى زيادة كفاءة تشغيل الاقتصاد للوصول إلى أفضل ما يمكن، وده واضح في حاجتين، واضح في استراتيجية توطين الصناعة، وواضح في استراتيجية استغلال الموارد الموجودة عشان نحولها صناعات، وواضح في كذلك الاعتماد على القطاع الخاص. كل هذه العوامل أدت إلى أن يكون الاقتصاد المصري يكون قادر على حفز النمو وقادر على تحقيق معدلات نمو قوية، وأيضا قادر على التنافسية الدولية. طيب. والاستفادة بما تم خلال السنوات السابقة. صحيح. دكتور محمد، أخيرا عايز أسأل حضرتك عن يعني شقين في السؤال، كيف من الممكن أن كنا نتخيل شكل الاقتصاد المصري أو الوضع حاليا من غير برنامج الإصلاح الاقتصادي؟ هذا شق. الشق الثاني، بعد كل الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة المصرية خلال تقريبا الشهر الماضي بمسألة تحرير سعر الصرف أو حتى رفع الحد الأدنى لسحب البطاقات، تبعات هذا الموضوع ومن متى من الممكن أن يعني نتاج كل هذه الأمور الإيجابية للدولة المصرية، إمتى ممكن نحس بهذا التبعات أو هذا الأمر الإيجابي؟ لو لم يكن هناك إصلاحا اقتصاديا جادا اللي بدأ الدولة المصرية في 3 نوفمبر 2016 كنا في مربع آخر وكنا في مكان آخر وكنا كاقتصادي أو كمنتجات ودولة في اتجاه آخر، ولولا البنية التحتية التي تمت في داخل الدولة المصرية ما كان اليوم تتدفق الاستثمارات الأجنبية وما كانت هذه الشهادات. أيضا الإصلاحات الأخيرة أدت إلى أن يكون هناك ثقة
في المستثمر الأجنبي وثقة في أن يقوم هذا المستثمر باستثمارات أجنبية، وده واضح جدا في مشروع رأس الحكمة، واضح جدا في المشروعات اللي تحت التنفيذ، واضح جدا في المساعدات الأمريكية أو حزمة المساعدات الأمريكية للاقتصاد المصري. كل هذه العوامل الناس دي حضرتك عندها فلوس ما بترميهاش، أكيد واثقه تماما إنها رايحة توديها في اقتصاد قادر على النمو وقادر على الحفز، وأيضا تتوافر موارد، لأن الدولة المصرية يوجد فيها أربع عناصر أساسية قادرة على جذب الاستثمار. أول حاجة العنصر البشري، هي أكبر مخزون رأس مال بشري في المنطقة، وهو كمان أيضا هذا رأس مال بشري بأجور منخفضة. الأمر الثاني الموقع الجيوسياسي والجغرافي. الموقع الحاجة الثالثة الموانئ اللي حطتها الدولة المصرية. النهاردة عندنا أكثر من 15 ميناء برية وأكثر من 14 ميناء جوية. كل هذه العوامل أكيد في هذه الحالة لوجستيات وإمداد وغيره. الأمر الثالث وهو التنوع الاقتصادي اللي موجود في داخل الدولة المصرية من سياحة وزراعة وخدمات وغير ذلك. فضلا عن ذلك الإرادة السياسية والقيادة السياسية التي تصمم على ضرورة الإصلاح وضرورة انتقال الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد تخليقي، وضرورة الاقتصاد المصري على اقتصاد قيمة مضافة، وأن يكون هناك هذا المنتج المصري والهوية المصرية واضحة في كافة المنتجات. كل العوامل دي تؤكد أيضا بجانب الاستقرار السياسي والاقتصاد الموجود، تؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية آتت أكلها. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد أشواتفي أستاذ الإدارة والاستثمار، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. في ظل سعي الدولة لاحتواء وتجاوز تداعيات المتغيرات الخارجية، التزمت الدولة المصرية بتنفيذ أجندتها للإصلاحات الهيكلية رغم كل التحديات ما حسن من نظرة المؤسسات الدولية للدولة المصرية. المزيد في هذا العرض مع زميل محمد أنصاري، نتابع. مشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم. على الرغم من تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي وتزايد التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتتالية، تظل النظرة من جانب المؤسسات الدولية لمؤشرات الاقتصاد المصري إيجابية، خاصة في ظل سعي الدولة لاحتواء وتجاوز تداعيات المتغيرات الخارجية الناجمة عن تلك الأزمات. وكشف تقرير عن أبرز تعليقات صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد المصري وجدوى السياسات الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن مصر أظهرت مرونة في مواجهة جائحة كورونا، مبينا في الوقت ذاته أن مصر التزمت بتنفيذ أجندتها للإصلاحات الهيكلية رغم التحديات المختلفة، وأصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد. في الوقت نفسه تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتجارة، حيث تقدمت 14 مركزا في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق. وكانت الإيكونوميست قد أكدت عام 2023 أن صادرات مصر تتمتع بالتنوع، وستؤدي صادرات الغاز المسال إلى أوروبا إلى زيادة قيمة الصادرات على المدى المتوسط. كما أشار تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال عام 2021 بشأن مساعدة الإصلاحات الهيكلية على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وجذب الاستثمارات. من جانبها أكدت وكالة موديز أن المشروعات الاستثمارية الكبيرة حسنت من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وأن التحسن المستمر بسوق العمل والصادرات بالإضافة إلى الإدارة الجيدة للديون يعززان من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات. كما عدلت وكالة موديز من التصنيف الائتماني لمصر بعدما حولت نظرتها المستقبلية للاقتصاد لإيجابية. هذا وتوقع بنك جولدمان ساكس فائضا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26 مليار و500 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، متوقعا ارتفاع احتياط النقد الأجنبي في مصر لأكثر من 60 مليار دولار مع نهاية عام 2027، على أن يصل إلى 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري. وأوصى بنك جي بي مورغان الأمريكي المستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية لمدة عام، بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة، خاصة مع التعهد بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، بجانب وجود محفزات كثيرة للمستثمرين، متوقعا أن يتباطأ التضخم على مدار العام ليسمح ببدء خفض الفائدة.
مشاهدينا، كان هذا عرضا حول أبرز الإشادات الدولية لمصر في ظل استمرار جهودها نحو تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه التغطية الإخبارية، أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.